السلام عليكم الأخوات، مرحبا بكم في فيديو جديد عند قناة أم لؤي. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال وفي صحة جيدة إن شاء الله. غادي نقدم لكم اليوم طنجية ديال الكوكوت، كتجي رائعة. كنحتاجو اللحم كيف ما كتشوفوا باقي طري، والكمية اللي بغيتو نصف كأس ديال زيت الزيتون، والراس ديال الثوم، جوج ملاعق صغيرة ديال الكمون، وملعقة صغيرة ديال الكركم، ملعقة صغيرة ديال السكنجبير، ونصف مصيرة. هادو هما المقادير ديالنا اللي غادي نحتاجو في طنجية ديال الكوكوت اليوم، جد بسيطة ومقادير بسيط. كنتمنى تعجبكم الطريقة وتجربوها. غادي ندوزو على بركة الله طريقة التحضير. غادي ناخدو طنجرة وكنوضعو فيها اللحم ديالنا كيف ما قلت لكم، الكمية اللي بغيتو على حسب الكمية ديالكم ديال اللحم. وكنحطو اللحم ديالنا في طنجرة كامل، وغادي نبداو نضيفو الثوم. كنخليه بالقشرة ديالو، وكنضيف نصف مصيرة، وكنضيف التوابل اللي ذكرت لكم، ومن بعد غادي نضيف نصف كأس ديال زيت الزيتون. وهادو هما المكونات ديالنا اللي عندنا. غادي ندير نسد الكوكوت، وغادي نديرها فوق البوطة ونخليها على نار مهيلة حتى تطيب، ونرجع لكم ان شاء الله. وهذه هي الطنجية ديالنا كيف ما شفتوا بعد ما طابت. كيف ما كتشوفوا اللحم راه طاب مزيان. يمكن لكم تضيفوا نصف كأس ديال الماء، او يمكن لكم تخليو غير المقادير اللي ذكرت لكم نتوما على حسب اللي بغيتوا، وكتجي رائعة. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وغادي نردها فوق البوطة حتى حيد منها هاد الماء اللي باقي فيها. كيف ما قلت لكم غادي نردها فوق البوطة على نار مجهدة، وغادي نقص منها الماء اللي فيها حتى باقي فيها الماء شوية، غير نقص لي الماء شوية، وغادي نقدم معكم الطبق ديالي. كيف ما شفتوا ها هو نقص، انا خليت فيه شوية ديال المرقة. كتجي الطنجية غزالة ومعلكة، وكتجي رائعة. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. كيف ما شفتوا الحمرة طاب، والمريقة خاطرة، والطنجية ديالنا رائعة. وكما شفتوا معايا الطنجية كتجي معلكة وزوينة، واللي بنقول لكم هو اي حاجة بغيتوها تجيكم زوينة ديروها على نار مهيلة، تبع على خاطرها.
وكتجيكم رائعة وبدون ماء. وإلا بغيتوا الماء زيدوا نصف كأس ديال الماء فقط وغادي يجيكم رائعة جدا. وهذه هي الطنجية اللي قدمت معكم اليوم، كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم وتجربوها، راه كتجي معلكة ومذاق رائع جدا. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم، كيفما كتشوفوا اللحم راه طاب مزيان وطري وبالصحة والراحة.